معايا وبيشرفنا النهارده في الحياه اليوم الحاجه جمالات محمد حنفي حفني. ازيك يا حاجه يا جميل؟ الله يخليك يا رب. والحمد لله ربنا اكرمها وخدنا الدواء وزي الفل دلوقتي. زي الفل والحمد لله، ربنا يشفي ويشفي كل مريض يعني. امين يا رب العالمين. الحمد لله على سلامتك. خدنا العلاج اول ما نزل في وزاره الصحه. وخدنا هناك والحمد لله يعني كملت الثلاث شهور. استنيني بقى، انا هجيلك بقى وتحكي لي عملتي ايه وخدتي ايه. نرحب برضو بالدكاتره، ايه رايك في الدكاتره اللي كانوا معاكي اخبارهم ايه؟ الدكاتره كلهم حلوين من اول واحد لاخر واحد، كلهم ونعم الناس والله، خدمونا وقفوا جنبينا وكانوا بيعاملونا معامله كويسه قوي والله، ربنا يحميهم ويبارك فيهم. طيب خدنا دعاء حلو اهو. العسل والله. يا رب يا رب كل الدكاتره بتاعنا يبقوا على طول كده زي الفل. استاذ دكتور وجميع الدكاتره والله اولاد حلال وطيبين وكويسين وبيدوا الحاجه كده يعني مبتسمين وطيبين. ايوه، ما هي المعامله الحلوه كده والابتسامه في الوش بتفرق. والله زي العسل. استاذ دكتور امام واكد، عضو اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه، اهلا وسهلا بك يا دكتور. استاذ دكتور اشرف عمر، عضو اللجنه القوميه لمكافحه الامراض او الفيروسات الكبديه، اهلا وسهلا بك يا دكتور اشرف. اسمحوا لي بقى ابتدي مع الحاجه جملات كده ونسمع منها حكايتها. انت منين الاول يا حاجه جملات؟ قلت لك من البدرشين. من البدرشين. الاول انت حالتك كان عندك الفيروس يبقى لك قد ايه؟ انا عملت عمليه جراحيه في الجلاء في التحرير، فبعدها حسيت بقى بالم في جنبي. وكل ما اروح للدكتور يقول لي عندك القولون العصبي، كل ما اروح يقول لي عندك القولين. فجيت بقى ايه اخر حاجه كشفت باطني، قالوا لي ده احنا ايه عايزينك تعملي اشعه على الكبد. طب في ايه؟ رحنا عملنا أشعة، قال لي أنت دخلك الفيروس جديد لسه، يعني إيه عايزة تلحقي بالعلاج. فبقيت أروح بقى للدكاترة، ورحت معهد اللي هو في المعادة ده، معهد البرج. ورحت المانيال ولفت كتير قوي، يعني بقى لي 13 سنة بلف. فالحمد لله ربنا كرمنا على العلاج اللي نزل السيسي. عرفتي ازاي بقى موضوع العلاج ومين دلك على القصة ورحتي فين؟ في دكتور بقى حسام عبد اللطيف في المانيال. بقى كنت متابعه معاه، ابني بقى راح قال له اعمل لنا تحويل على معهد الكبد، في ميش. ناس لنا دكاتره معرفه. هندي لهم الابر هناك في المعهد على نفقه الدوله. ماشي. رحنا بقى قطعنا ورقه ب 3 جنيه. وكان في الدكتور نور عبد المقصود. والدكتور ابراهيم سميده برده كان معرفه مع عيالي برده. خدتي وقت كتير بقى كده في ال خدت يعني خدت سنه قبل ما وصلت للعلاج. يعني قدمتي وورقك عندهم. واستلمتي الادويه او خدتيها؟ استلمت الادويه بقى بعد اللي هو حافظ للكبد ده. خدتي قعدت ايه؟ قعدت ماشيه فيه 6 سنين. خدتي ايه حاجه جمالات؟ خدت بتاعتي. برشام، يعني كنت باخد كل شهر برشام كتير قوي. اللي هو حافظ للكبد ده. طيب. فكنت متابعه بقى مع الدكتور عماد عبد المقصود. ماشي. اول ما قالوا بقى العلاج جاي، هو انا خدت على قدي 6 سنين واشعات وتحاليل كل 3 شهور. اما جه بقى العلاج الجديد ده، قال انا عايزك انت بقى تقدمي في ال ودلوقتي بقى الجديد. عملتي تحاليل بقى خلاص؟ يعني حللتي شفتي الحكايه ايه دلوقتي؟ 3 شهور العلاج بقى الابر، وكل حد تحاليل، وكل خميس الابره. ماشي. اخر 3 شهور اخر ابره في ال 12 عملت بقى تحليل البي سي ار ده. عملت بره وعملت في المعهد، قالوا لي الحمد لله انت كده ما عندكش اي حاجه خالص. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله يا ربي. قال لي الفيروس اتقتل وما عندكش اي حاجه. قولي لي بقى، اول ما سمعتي الخبر ده وقال لك يا حاجه جمالات انت زي الفل ما فيش حاجه، حسيتي بايه بقى؟ لله انا يعني كنت مش مصدقه. الحمد لله. جيت بقى عدت التحاليل تاني، قالوا لي انت كده ما عندكش اي حاجه، عيشي بقى حياتك وكل كل حاجة، ويعني وخلاص افرحي بقى اللي انت ما عندكش حاجة. كنت متوقع طبعا كل شيء بإيد الله عز وجل، وهي الدنيا أسباب برضو يعني. والحمد لله ما كنتش متوقعة، بس الحمد لله ربنا كرمني. والحمد لله العلاج ده جاي زي الفل والحمد لله. حلوة يعني الحركة اللي عملوها كده، والأدوية اللي جابوه وقالوا هنا في الدكاترة والخير في مصر، ويبعد عنا الوحش كله ويكفينا شر الحاجات الوحشة يا رب، ويجعل مصر عمار في كل حاجة يا رب. حسيتي ان انت معنوياتك قادرة تشتغلي تتحركي؟ ما احنا برضو بنقول الدواء العاية ده يعني معطل ناس كتير كتير، بيخلي واحد همدان، والشباب والناس كبيرة صغيرة تعبانة يشتغلوا وكده.
ربنا يشيل عنهم ويشفيهم يا رب، ويجعل مصر عمار يا رب، ويصلح عنا وحال الجميع يا رب، ويشفي كل مريض يا رب يا رب، يعني يبعد الحاجات الوحشة عن مصر، وينصر الشعب والجيش والسيسي والدكاترة والدنيا كلها، ربنا يجعلها مصر عمار يا رب حبيبتي بإذن الله تعالى.